السلام عليكم ورحمة الله، إن شاء الله نكمل الكورس بتاعنا. وصلنا في المرة السابقة عند الـ Advanced Views، ودخلنا الـ Tree Views، ودخلنا الـ Calendar Views، إن شاء الله نكمل النهاردة الـ Search Views. طيب، إحنا كنا متكلمنا عن الـ Search Views في الـ Basic Views. لو حضرتك رجعت على الـ Basic View هتلاقي إن إحنا كنا اتكلمنا عن الـ Search. طب خلينا نشوف، نفتكر كنا قايلين عنها إيه في الـ Basic. كنا مجرد عاملين ريكورد، الريكورد ده بياخد الروت element بتاعه نوع سيرش، وحطينا جوه النيم والديسكريبشن. ده كان جوه ايه؟ جوه الكورس. فده معناه ايه؟ معناه ان حضرتك لو فتحت الكورسات، و يعني معنى التو فيلدز دول ان انت لما تيجي تكتب هنا اي حاجه في السيرش بار، هنا هيظهر لك التو فيلدز اللي انت حاططها، هنا التايتل والديسكريبشن. هنا انا حطيت النيم والديسكريبشن. النيم ده اللي هو الايه؟ السترنج بتاعه اسمه تايتل. تمام؟ طيب خلينا نشوف السيرش ازاي نمبلمنت اللعب كله على الايه، على السيرش بوكس ده كله، اللي هو السيرش ده والفلترز والجروب باي والفافورت. تمام؟ طيب دلوقتي، فاحنا في الادفانسد في السيرش فيوز هنعمل ايه؟ هنتكلم شويه نظري، بعد كده العملي هتفهم بمثال. بيقول لك ان السيرش فيوز دي كان برضو عنده حاجه اسمها فلتر دومين، هنعرفها كمان شويه. وان هو بيستخدم كونتين سيرش فيو، حاجه بيستخدم المنت اسمه فلتر. الفلتر ده برضو هقوله لكم نظري، بس برضو ايه هنشرحه ان شاء الله. الفلتر هي حاجات بتبقى موجوده هنا قبل الكاستم فلتر. هنا انت بتبقى انت في فلترز كاستم فلتر معينه انت عايزها، فانت بتحطها على طول هنا. تمام؟ طب خلينا نشوف الاول اودو بيعمل ايه هنا. فكره السيرش بوكس ايه؟ اد كاستم فلتر، لما حاجه تدوس هنا على فلتر اد كاستم فلتر، هنا اودو بيجيب لك كل الفيلدات اللي ستورد عندك في الداتابيس. تمام؟ كل الفيلدات هنا، كل الفيلدات اللي احنا استخدمناها. احنا قلنا ان احنا عندنا 5 فيلدات اساسيه، وبعد كده اودو بيحطهم اللي هو ايه، اللي هو كرييتد باي، من اللي كرييت، وكرييتد اون، كرييتد امتى، والاي دي بتاع الريكورد، ماشي، والريسبونسبل سوري، واللاست ابديتد باي واللاست ابديت اون. الخمس فيلدات دول اللي هم الثلاثه دول والاثنين اللي فوق دول، الخمس فيلدات دول ثابتين في كل صفحه. يعني ده لو فتحنا هنا دلوقتي السيشنز وعملنا فلتر اد كاستم فلتر، هنلاقي ايه؟ الخمسه دول موجودين، اللي هم كرييتد باي، كرييتد اون، اي دي، لاست ابديت باي، لاست ابديت اون. تمام؟ طيب بقيه الفلدات هي كل الفلدات الموجوده في السيستم على حسب النوع بتاعها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو انت بتتكلم في نوع تاريخ، فمجرد ما تختار ستارت ديت كده هيقلب لك اوتوماتيك السيرش كرايتيريا بتاعتك لتاريخ از ايكوال تو. هنا برضه هنبص is equal to is not equal to، يعني ده بيساوي وده مش بيساوي، ده is after يعني بعد، is before يعني قبل، is after or equal to يعني بعد وبيساوي، is before or equal to ده قبل وبيساوي. ودول بيستخدموا اكتر مع النوع الديت، ما ينفعش يستخدموا مع الديت تايم، لان انت لو استخدمتهم مع الديت تايم، الديت تايم بيبقى بالثانيه، فانت مش هتقدر تقول بيساوي الساعه 15، الساعه مثلا 3 وثلث، 3 و21 دقيقه و24 ثانيه، مش هتعرف تعمل دي. تمام؟ is between يعني ما بين تاريخين، و is set يعني قيمته محطوطة، قيمته موجودة، و is not set يعني قيمته مش موجودة. كويس؟ طيب لو اخترت نوع بوليان زي الاكتف، على طول اوتوماتيك تلاقي السيرش اتغير، is true false او is false، is true او is false. طب لو اخترت مثلا نوع تكست، تكست هتلاقيه يجيب لك القيم دي، contains يعني بيحتوي على، doesn't contain يعني ما بيحتويش على، is equal to يعني مشابه تماما لي، و is not equal to يعني مش مشابه تماما خالص لي، is set يعني قيمته محطوطة، is not set يعني قيمته مش محطوطة. كويس؟ لو اخترنا حاجة مثلا id دي float سوري integer، بيقول لك is، وهنا هيجيب لك ايه؟ عدد كده، تقدر العدد ده تعد فيه كده، او تكتب هنا ايه؟ او تكتب فيه رقم. كويس؟ طيب ايه تاني يا باشا؟ ايه تاني يا فندم؟ عايز تعمل تو كونديشن، اند واور. طيب الكونديشن الاند ان انت بتروح مثلا قول له انا عايز مثلا الاي دي يكون واحد، ابلاي، مفيش اي دي بواحد، لا. طب ده اي دي هو بكام؟ ده اي دي هو بثلاثه، بنبدا من ثلاثه. طيب ان الاي دي يكون سوري الاي دي، بص اودو بيعمل ايه، انت اخر سيرش انت عملته بيخزنك في الفلترز، بس اللي انت لو خرجت من الصفحه ودخلتها تاني هيختفي.
تمام. فهو بيعمل لك هنا، بيخزن لك الايه في الكوكيز بتاع البراوزر، بيخزن لك اخر سيرش كرايتيريا انت عملتها. تمام. طيب هنا بنقول ايه، هنا قلنا عايزين نعمل تو كونديشن، واحد اند وواحد اور. ده بيهمنا جدا جدا يا شباب في الريبورتات وفي الفلاتر، ان انت بتبقى عندك داتا كتير وعايز تعمل فلتر معين، عايز تجيب كل الناس اللي مثلا اشتروا منك ب 10,000 جنيه اخر شهر مثلا يعني. او خلينا نعمل هنا حاجه مثال واقعي، انت عايز مثلا الناس كل الكورسات اللي هتبدا بعد يوم 1/4. فهنا اهو هتجيب فلتر، اد كاستم فلتر، هنقول له ستارت ديت از افتر، يعني بعد از افتر امتى؟ 1/4، 1/4/2020، ماشي 1/4/2020 اهو. دي كده كل الكورسات اللي از افتر 1/4/2020. تمام. طب انا عايز اقول له كمان از افتر 1/4/2020 واسم الكورس تيست، او اسم الكورس اسم السيشن، سوري اسم السيشن تيست. هعمل ده ازاي؟ هقول له كده اهو اد كاستم فلتر، وكمان اني النيم بتاعي اسمه تيست ابلاي. بص بقى نركز كويس جدا في الحته دي، انا كده عملت تيست كده، التاريخ بيبدا بعد 1/4 و اند النيم اسمه تيست. طب انا عايز اقول له اني التاريخ 1/4 او اسمه تيست، ناخد بالنا من و اند، كويس. طيب ده بتتعمل ازاي؟ بتتعمل كالاتي، حضرتك هتشيل الفلتر ده وتروح اعمل فلتر جديد، تقول بصوا هو حافظ الايه الفلاتر اللي انا عملتها، هتيجي هنا اهو تقول له ان يكون الستارت ديت از افتر 1/4 اد كونديشن. دي اد كونديشن معناها اور، اد كونديشن اور كده، كاني بقول له اور النيم كونتينز تيست ابلاي. شوف جاب لنا ايه، جاب لنا دي كل الكورسات اللي بتبدا بعد 1/4 و سوري اور اور اهي باينه اهي اور الايه النيم كونتينز تيست. طب احنا كده عرفنا الفرق ما بين ازاي اعمل اور واند في السيرش. عايز اعمل اند، بعمل تو كونديشن منفصلين، فانا عايز اقول له مثلا ستارت ديت 1/4 اند النيم كونتينز تيست، بعملهم تو فلترز منفصلين. عايز اعملهم اور، بعمل في كونديشن واحد وبقول له ستارت ديت كده اور الايه اور النيم كونتينز تيست. طب هوريكم على حاجه في الفيو، حاجه عظيمه قوي. واخدين بالكم من الخط الرفيع قوي اللي باين تحت ده؟ شايف لو كبرت كده هتشوفوه. بصوا شايفين ده كده معناه ان ده كده كونديشن على بعضه وقائم بذاته، وده كده قائم بذاته، ده اند يعني. لو عملت ده مع ده يبقى ده اند، هياخده اند. طيب شوفوا بقى لو عملت كده، شايفين ده مفيش فيه خط فاصل ما بينهم، هو هنا بيديك التو كونديشنز ومفيش بينهم خط فاصل. معنى كده انت لو اخترت ده هيطبق لك السيشن الكونديشن بتاعه، ولو اخترت ده كمان هيقول لك ايه الاور بتاعه. دي حاجه في الفيو مهمه جدا لازم تاخد بالك منها. طبعا تقدر تشيل الايه، تقدر تشيل الفلاتر من جوه منها، كويس. طيب ده كده بص سريعا على الفلترز، بص سريعا على الجروب باي. جروب باي حضرتك تيجي تخش هنا اد كاستم جروب، معناه انه بيجمع لك يعني ايه، هنشوف. قول له هات لي اعمل لي اد جروب باي بالكورس مثلا، هيجيب لك ان عندك كورس الجبر تحته 3 سيشنز، كورس الاودو تحته سيشن واحد. ده كده معنى جروب باي. تقدر جوه الجروب باي كمان تعمل له جروب باي مثلا بالانستراكتور ابلاي، فكده يقول لك ان الجبر الانستراكتور بتاعه عنده في هو في 3 سيشنز في الجبر، في 3 سيشنز في الجبر، في 2 تحتهم تحت ايزور تيست ده بيدوا كورسين، الكورسين دول الراجل ده بيدي كورسين دول، والراجل ده بيدي كورس ده، واودو تحته الراجل اللي اسمه ديكو ده بيدي كورس واحد، كويس. فانا اقدر اعمل جروب باي، وايه خدوا بالكم ان انا بطبق الجروب باي ومعايا كمان الفلتر اللي فوق ده. طب انا عايز اشيل الفلتر اللي فوق، بعمل هشيله من هنا، مجرد ما شيلته الفلاتر زادت في هنا حاجه، قال ان تحت الراجل ان تحت الجبر 5 كورسات منهم واحد انديفايند، وفي 2 تحت الديكو، وفي واحد تحت ايزور ايه ايزور انتجر. تمام. طيب ده كده الجروب باي. اقدر اجروب تاني، اقدر اجروب بالبوليان، بالبوليان يعني ترو فولس، يعني ايه؟ يعني اقدر لو شلت كده
هيجيب لي 6 ترو اللي هم كلهم اكتف. ولو انا دخلت على مثلا على سيشن زي دي او عايز اعملها اركايف، بصوا بعملها اركايف من هنا كده، ار يو شور يو وانت اركايف، اقول اوكي على طول بقى اركايفد. اركايفد يعني ايه؟ بقت الاكتف بتاعها بقى فولز. لو جيت انا بره انا اهو وعملت جروب باي اكتف، قال لي ان جروب ان ترو ب5، وان في واحد ايه، ان مفيش واحد، ان في ان واحد مش ترو يعني. اوكي طيب، اقدر اجروب تاني بايه؟ اقدر اجروب بالديت. بصوا بقى الديت دي عظمه جدا، الديت دي حاجه عظمه. لو عملت جروب باي بالستارت ديت ابلاي، بصوا بقى يا شباب عشان دي فيها ايه العظمه بتاعتها. هنا ستارت ديت بالمانث، عامله عندنا ابريل 2020، عندنا كورس واحد في جولاي، عندنا كورسين. خلينا نحط القيم دي برضه عشان الستارت ديت دي، نخليها مثلا في جولاي، وعندنا واحد في جون، وعندنا واحد في جون برضه. يلا كويس، فبقى هنا جولاي، ايه ده جولاي 4 يا واد، قلت جون يا واد. طيب بقى عندي، بص عندي هنا واحد في ابريل وواحد في جون وثلاثة في جولاي. كويس طيب، ده كده بالايه؟ بالمنطق. شفتوا لو دوست هنا كده ودوست على في هنا ستارت جنبها سهم، دوس عليه يقول لك يا فندم انت عايز تجروب بالير بتاع الستارت ديت، فلو دوست كده كلهم في 2020، ولا عايز تجروب بالكوارتر، بالكوارتر اللي هو الربع الاولاني من السنه اللي هو من 1 2 3، والربع الثاني 4 5 6، والربع الثالث 7 8 9، والربع الاخير 10 11 12. فدول في الكوارتر 2، ودول في الكوارتر 3. ولا عايز تجروب باي الاسبوع، ويك رقم كام؟ ده الويك رقم 14 26 27 29. ولا عايز تجروب بالداي باليوم؟ فهنا ده يوم 3 ابريل، عندنا يوم واحد، عندنا سيشن واحده يوم 23، عندنا سيشن واحده. فخلينا مثلا يوم 14 جولاي دي نخليها 13 جولاي علشان يبقى عندنا تو سيشنز في نفس اليوم. بصوا 13 جولاي عندنا تو سيشنز اهو. ليه؟ لان هنا في الستارت ديت انا بجروب باي الحاجات اللي ايه اللي هو ايه الير او الربع او الشهر او الاسبوع او اليوم. حقيقه السيرش ده فلاتر في اوضه قويه جدا جدا، تقدر تعمل اي سيرش كرايتيريا وتنفذها عندك بكل سهوله. طيب اخر نقطه، الفافوريت. ايه الفافوريت دي؟ الفافوريت دي يا سيدي الفاضل ان حضرتك بعد ما تعمل السيرش كرايتيريا بتاعتك، مثلا بعد كده انت بتقول له ستارت ديت، وده تقول له ده كده كل الناس اللي بيبدأوا بعد 1/4، واعملهم لي جروب باي الانستراكتور، واعملهم لي جروب الانستراكتور عايز اشوف بالشهر. فانا لما اخش على ايزو انتريو هعرف ان هو عنده في شهر ابريل كورس واحد، وعنده في شهر جولاي كورس واحد. الراجل ديكو ده عنده في كورس في عنده كورس عنده كورسين برضه، واحد في جون واحد في جولاي. واند فايند ده مش متعرف، فايه عنده كده. طب انا عايز دايما اول ما ادخل، اول ما يكون الفلتر ده كده على بعضه، الكومباينيشن من الفلاتر دي انا عايز احفظها. فهاجي هنا في الفافوريت هقول له سيف كارنت سيرش، تمام، واسمي السيرش اللي انا عايزه، اسميه مثلا اسميه ايه، اسميه ديت افتر اوف ابريل اور نيم تيست اند جروب. طبعا ايه انا بقى يعني اكتب الريبورت اللي انت عايزه، انستراكتور اند ستارت ديت، تمام. وعندك هنا بتقول له يوز باي ديفولت، يوز باي ديفولت يعني لما لو دوست انا على الخيار ده معناه اول ما ادخل على الصفحه هلاقي الايه، هلاقي السيرش ده اتنفذ. وشير ويز اول يوزرز يعني كل اليوزر، اي يوزر هيدخل هيفتح الفافوريت هلاقي عنده الايه، هلاقي عنده الفلتر ده. فخلينا نسيف كده، ده كده اسم الايه، اسم التقرير. انا هطلع مثلا هروح في الكورسز وراجع تاني في السيشنز، لو دخلت في الفافوريت هلاقي اهو الريبورت بتاعي، تمام. فتقدر طبعا تعمل انت اي سيرش، اي فلترز انت عايزها في الفلترز دي، وتيجي وتحطها في الفافوريت هنا. كويس طيب، بس ده كده من الفيو كده، احنا بنimplement السيرش من الفيو. نيجي بقى احنا اللي احنا عايزينه نimplement السيرش من الكود، من جوه، من الايه، بحيث ان اول ما الموديول بتاعك يتسطب اوتوماتيك السيرش كرايتيريا بتاعتك او الحاجات بتاعتك تتنفذ اوتوماتيك، تمام. طيب تعالى بقى ايه، نرجع تاني. دي كانت محاضره يعني، كانت بصه سريعه كده على السيرش في اودو. تعالى ان ايه نشوف الديفلوبمنت بتاع الكلام ده بيحصل ازاي.
انا عندي، طب تعالى بس عشان نمسح ده كده من هنا، نمسحه من هنا، ده كده علامة الباسكت دي هي ايه، هيمسحها لي. اوكي طيب، عندي دومين هنتعرف عليها، والكونتكست اسم كونتكست ذا كاونت سيرش يوز جروب باي هنتعرف عليها برضه. تمام طيب، احنا دلوقتي عندنا ده السيرش، ده الاليمنت، الاليمنت روت للسيرش، وهنا جواه فيلد نيم، فيلد ديسكريبشن، فلتر دومين، دي معناها دي ممكن تحطها ممكن ما تحطهاش، بتقول له يعني نيم اي لايك سيلف او ديسكريبشن اي لايك سيلف، يعني سيرش لي على النيم اند ديسكريبشن. فمعناه ايه؟ معناه ان لو دخل اي قيمه هنا، لو دخل اي قيمه بص لي على النيم يكون في السيلف والديسكريبشن يكون في السيلف، ماشي؟ يعني يكون الموجود النيم يكون موجوده والقيمه يكون موجوده. كويس طيب، وبعد كده فيلد انفنتوري اي دي شفناها، وفيلد اكونت دي ويدجت سيلكشن، ده ويدجت عادي جدا بياخده الفيو. كويس، نيجي بقى هنا عندنا الاليمنت اللي اسمه فلتر، وهنا عندي اليمنت اسمه جروب. طيب فلتر ماي ايدياز، ده اسمه نيم، سترينج ماي ايدياز، ده السترينج اللي هيظهر بره. الفلتر دي هي المسؤوله ان انا احط اهو تحت هنا فلتر. شفتوا الفلتر اللي كنت انا بحطه، ان انا قلت مثلا ان انا عايز ان يكون الستارت ديت بعد مثلا از افتر 1 ابريل، اهو ده كده لما ادوس انا فلتر فيه اهو فلتر محطوط، اتحط اوتوماتيك صح. انا عايز احط ده اوتوماتيك بحيث ان لما اجي اطلب الموديول بتاعي الفلتر ينزل هنا اوتوماتيك. ده بيحصل ازاي؟ اهو بيحصل بالاليمنت اللي اسمه فلتر، تقول له مثلا ان هنا بيفلتر على الانفنتور اي دي يساوي يو اي دي، يعني ماي ايدياز يعني الاي دي بتاعتي، ان لما ادوس اهو مثلا عايز اقول ماي كورسز او ماي سيشنز، لما ادوس عليها كده يجيب لي السيشنز بتاعتي. كويس طيب، جروب باي ده اللي هو الاليمنت ده اسمه جروب باي، ده معنى ان انا عايز احط زي ما انا حطيت هنا جروب باي مثلا الكورسز اهو ابلاي، ان انا احط اوتوماتيك هنا تكون الكورسز دي موجوده اوتوماتيك، تكون الكورسز دي موجوده اوتوماتيك، مش لازم ان انا اختارها. فهعمل ده ازاي؟ هحط جروب باي، الفلتر اسمها جروب باي انفنتور، وسترنج انفنتور، السترنج ده هو السترنج ده تمام، وهنا اقول له كونتكست جروب باي الانفنتور اي دي، دي جروب باي دي حاجات ثابته، والانفنتور اي دي ده الفيلد اللي انا عايز ايه، اللي عايز انا اجروب باي بي. ماشي طيب، بيقول لك هنا بقى ان انت سيرش فيو اي دي. طيب بيقول لك، بص يا فندم، بيقول لك دلوقتي ان انت لما تكون عايز تدخل على السيشنز دي يكون عندك سيرش كرايتيريا متنفذه اوتوماتيك، سيرش كرايتيريا متنفذه اوتوماتيك، بتستخدم حاجه اسمها سيرش ديفولت. كويس، حاجه اسمها سيرش ديفولت، وبالمثال يتضح المقال. تعال نشوف الايه المثال، بيقول لك اد ا باتون تو فلتر ذا كورسز. احنا كده بقى قد ايه؟ 18 دقيقه كتير قوي. طب هنشوف، هنخلص دي وناخد الجانت وناخد الجراف والكامبن في فيديو تاني. اد ا باتون تو فلتر ذا كورس، تو فلتر ذا كورس فور ويتش ذا كارنت يوزر از ريسبونسبل اون ذا كورس سيرش ميك ات سيلكت باي ديفولت. ماشي، اد ا باتون تو جروب كورسز باي ريسبونسبل يوزر، بيقول لك ايه؟ ان انت تفلتر الراجل يسيرش بالكورسات بتاعته ماي كورسز، وتاني حاجه ان انت تفلتر بالكورسات، تجروب باي الكورسات. هنعمل ده ازاي؟ هناخد شويه دول كده ونروح هنا تحت الفيلد ناو ونروح كاتبين نحطهم. طيب الاولاني فلتر ماي كورسز، ده نيم عالي جدا يونيك، ماشي. سترينج ماي كورسز، ده السترينج اللي ظهر بره. الدومين ريسبونسبل اي دي، ده الفيلد بتاعي، انا عندي فيلد اسمه ريسبونسبل اي دي. تمام، كان بيقرب من الريسبونسبل اي دي ده، تعال بس نفتكره سريعا. الريسبونسبل اي دي يا سيدي الفاضل كان بيقرا من المينيت 1 للريس يوزرز، وكان ماشي. طيب فكده بالدومين ريسبونسبل اي دي بيساوي يو اي دي، يو اي دي دي ده جوه الكونتكست، يوزر اي دي دي معناها يو اي دي باختصار يوزر اي دي. اي بص، دي مش موجوده بين سنجل كوت، معنى كده ان هي ريزيرفد، مش ريزيرفد يعني دي موجوده، ان الدومين ده يبقى نتكلم عنه بتفاصيل اكتر، بياخد زي ما قلنا، او زي ما قلنا في صفحه الدومين في فيديو الدومين، ما بياخد ثلاثة اتريبيوت. الاتريبيوت الاولاني السورس والاوبريشن والديستنيشن. هنا السورس بتاع ريسبونسبل اي دي اللي هو اللي انا اللي هو الفيلد اللي انا واقف عليه، الاوبريشن بيساوي اليوزر اي دي اللي هو اليو اي دي اللي هو اليوزر اي دي. ماشي، ده اليوزر اللي داخل السيستم، ده اليوزر اللي عامل لوجن. كويس طيب، بعد كده عملنا جروب باي، سترنج ده اسمه جروب باي، اللي جواه حاجه اسمها فلتر، برضه هنحط له نيم يونيك اسمه باي ريسبونسبل، وسترنج ريسبونسبل،
وهندي له كونتكست وجروب باي ده كله ريزيرفد، وفي الاخر هحط له اسم الفيلد اللي انا عايز جروب بي، عايز جروب بالريسبونسبل اي دي، فهيري جروب بالايه بالريسبونسبل اي دي. تمام. طيب كده لو عملنا ريستارت وعملنا ريفرش هنا جوه صفحه الكورسات، هنيجي نقفل فلتر، هنلاقي نقفل فلتر الجديد اللي اسمه ماي كورسز. لما اجي ادوس عليه كده انا ماليش ولا كورس، ليه؟ انا ميتشل ادمن، مفيش ريسبونسبل. هنا ريسبونسبل واحد اسمه جول ومارك وديمو. هنيجي عند الاودو واقول مثلا ان ميتشل ادمن هو المسؤول. هنيجي نبرر في الكورسز ونقول ماي كورسز، هيجيب لي الايه، هيجيب لي ميتشل ادمن هو ده الايه ماي كورسز بتاع الكورسات بتاعتي. كويس. طيب جروب باي كورس ريسبونسبل، فانا لو عملت جروب باي ريسبونسبل كده هيجيب لي الايه كل الريسبونسبلز والجروب باي بتاعها. ممتاز. طيب الحاجه الثالثه اللي كان طالبها ان هو بيقول لك لو سمحت اد باتن جروب كورس باي ريسبونسبل يوزر. بص ميك دي اللي هو بتاع الجروب، ميك ات سيلكتد باي ديفولت، خليها سيلكت باي ديفولت. طب ده بيحصل ازاي؟ قال لك ان انت حضرتك هتروح في الكونتكست بتاع الاكشن بتاع بصوا ان انا لما اجي اخش على الكورسز دي ايه اللي بيدخلني هنا؟ لما اجي ادوس على المنيو دي ايه اللي بيدخلني؟ هو الاكشن. طيب انا بقى هروح في الاكشن واقول له ان لو سمحت لما اجي ادخل كده اعمل لي الماي ديفولت السيرش ده باي ديفولت. فانا بروح على الاكشن عند الاكشن اللي اسمه كورسز اللي هو ده، وبحط له اتريبيوت جديد اسمه كونتكست فيلد كونتكست ايفال، يعني ايفالويشن، ايفالويت يعني ينفذ، ان يكون سيرش ديفولت دي ريزيرفد، سيرش اندرسكور ديفولت اندرسكور دي ريزيرفد ماي كورسز. طيب ايه هي ماي كورسز؟ لو عملت ماي كورسز كده، ماي كورسز هي النيم بتاع الفلتر. انا عامل فلتر فوق اسمه ماي كورسز، دي مهمه جدا يا شباب وبتلخبط. انا هنا سيرش ديفولت دي ريزيرفد في اودو، ماشي. ماي كورسز، طب دي ماي كورسز دي جت منين؟ ماي كورسز دي اسم الفلتر اللي انت منفذه فوق، الفلتر اللي اسمه اللي انت بتنفذه فوق اللي بيجيب ماي كورسز اسمه ماي اندرسكور كورسز. فانت بتقول له سيرش اندرسكور ديفولت اندرسكور ماي كورسز اللي هي اللي فوق دي، تمام، بواحد. واحد يعني ايه؟ يعني نفذه بترو، يعني يعني نفذه. تمام. طب ده انا بدعي ان دلوقتي لو عملت ستارت السيرفر وجيت دخلت على الكورسات دوست عليها باي اوتوماتيك باي ديفولت هلاقيها بتفلتر على ماي كورس. اهو الادعاء بتاعي مظبوط، ان انا مثلا رحت انا في السيشن ورجعت تاني على كورسز هلاقي اوتوماتيك بيفلتر لي على ماي كورسز اوتوماتيك. طبعا انا اقدر اشيلها كده فهيجيب لي كل الكورسات، هرجعها تاني ايه ترجعها هي. تمام. طيب ده كده كان السيرش. الجانت ناخد الجانت سريع جدا، هو بيقول لك ان الجانت اصلا مش موجود في الكوميونتي، هو موجود في الانتربرايز بس، احنا بس هناخد الستراكشر بتاعه بس للاسف مش هنقدر نشوفه. لكن هو الجانت حضرتك تقدر، يعني ايه جانت؟ الجانت فيو هو علاقه دايما ما بين، الجانت فيو حاجه شبه كده، هو علاقه ما بين تايمينج وتاسك. يعني يقول لك ان مثلا في حاجه زي كده، انا عندي تاسك الكتريكال بتاخد 12 يوم مثلا، يعني ودي كده ال 12 يوم بتاعها من يوم تيوزداي لحد من يوم التيوزداي مثلا، الالكتريكال من يوم بتاخد 12 يوم كلها من يوم التيوزداي لحد، يا ده انت ارجع للصفحه اللي فاتت دي. طب هفتحها من هنا، من هنا اهو، من هنا لحد هنا. كويس. جواها ثلاث تاسكات، سب تاسكس. التاسك الاولانيه 4 ايام من هنا لهنا، بعد كده التاسك اللي بعدها من هنا لهنا، بعد كده التاسك اللي بعدها من هنا لهنا. كويس. فده كده اسمه الجانت فيو، ده مش موجود للاسف في الكوميونتي، ده موجود في الانتربرايز بس. تمام. طيب لكن الامبلمنتيشن بتاعه ازاي هنتفرج هنشوفه، بس مش هنقدر للاسف نطبقه على المثال. اهو هتاخد ده كده بالنص، ده عشان تطبقه لازم يقول لك ده موجود تسطب مدرس ويب جانت، ده موجود في الانتربرايز. ف طبعا هو مش موجود فمش هنقدر نشوفه. ده برضه بياخد الرو اليمنت بتاعه جانت، ده بياخد القيم الاتيه ديت ستارت بيبدا من، ديت اند بينتهي الى، وديفولت جروب باي ده برضه ديفولت جروب باي دي ريزيرفد انستراكتور اي دي، ده علاقه ما بين الانستراكتور اد جانت فيوز. تمام. ده بيقول لك هات العلاقه ما بين السيشنز وما بين التايمنج بتاعه، وما ننساش ان احنا نحطه في الفيو مود بتاعي، ان الايه المود بتاعي نوعه جانت.
تمام. طيب نتوقف بهذا القدر ونكمل إن شاء الله الجراف فيو في الفيديو القادم. شكرا، السلام عليكم.